اليوم جاني لنتحدث عن النتائج التي توصلنا إليها على أثر المبادرة التي أطلقناها. مختصرها هي حل الحكومة وتشكيل حكومة مستقلة واستئناف المجلس الوطني التأسيسي مع التقييد بالمهام التأسيسية والسقف الزمني وإسناده بلجنة خبراء. جو خارطة الطريق هذه هي زحزحة العقبة المتعلقة بطلب استقالة الحكومة فوريا، وقدمنا لأول مرة مهلة قصوى حتى نضع حدد المراودات والحيل السياسوية. الردود كيف كانت؟ رد تركيا في البداية في تهرب من الإجابة وتميز بالغموض ويعتبر خارطة الطريق مجرد أرضية للحوار، يعني بدء الحوار من نقطة الصفر دون الاتفاق على مبادئ أساسية، إذن فهو جواب سلبي. أصدرت حركة النهضة 20 سبتمبر قلت بيانا حول قبول المبادرة الرباعية، وتقريبا في وسائل الإعلام ردت ذلك، وخلينا نقول يمكن حتى شعبنا فرح بذلك، ولكن هو في الحقيقة قبول غير ممكن أن نتقبله لا لشيء، لأن نصف تقريبا نصف خارطة الطريق ما كانش معناها عنده جواب دقيق لي، ولذلك لي والحديث كثيرا في وسائل الإعلام وكأنه النهضة تقبلت، وفي جزئية وقعت مشكلة، لا مش في جزئية، هو في نصف الحل، لأنه اطمأنت حركة النهضة على بقاء المجلس التأسيسي واشتغاله، وبطبيعة الحال الجزء الثاني اللي هو 50% هو اللي قلناه في مبادرتنا، هو أن تتحل الحكومة هذه وجوبا بعد 3 أسابيع، يخصص الأسبوع الأول للتوافق على رئيس الحكومة، نعطيه مهلة باش يشكل فريق الحكومي، وبعد 3 أسابيع نقدم الاستقالة والحكومة هذه تتقدم للمجلس التأسيسي بينسير بعد مش يتم التوافق منذ البداية مع الأطراف الفاعلة داخل المجلس التأسيسي من أحزاب باش الحكومة هذه تبدأ تشتغل وبكافة الصلاحيات. الجزء الثاني اللي جاء كان جزء نعتبره معطل، وجزء لو قبلنا به ما عادش ممكن نخرج من الأزمة، سنذهب إلى حوار آخر جديد، معناها ما نش عارفين نصاروا ونوش يتم، ينجم يتم بعد شهر ونجم يتم بعد شهرين ونجم يتم بعد 3 وينجم يفشل تماما. اترك أنت تنازل بشكل عام ولم تعبر إلى حد الآن عن قبول صريح بمطلبي استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مستقلة واستئناف المجلس أشغاله مع تقييده بالمهام التأسيسية بخصوص الاغتيالات ومطالبتنا بالتحقيق فيها، وهي إحدى المطالب الجوهرية، لأنه من غير المعقول أن الوثائق هذه التي تسربت وإلى حد الآن ما نجمناش نحدد ومسؤولين ما نجمش نبعثوا على من سربها، لأنه من سربها يعطي الصحة وبارك الله فيه، ولكن نحن نبحث عن من تخاذل، من لم يقم بواجبه، من لم يحمي معناها الناس المهددة بالاغتيال، وكان بالإمكان لأن وقع التنصيص بالاسم على الشهيد محمد إبراهيمي على أساس أنه عملية اغتيال تدبر، هذه هي في حد ذاتها في وحدها كان جات الدنيا الدنيا ولعبت تحترم أنفسها، هذه بداية تستقيل عليها حكومة. الممارسات المتعلقة بالانتدابات واللي توما تعرفوها والتعيينات، رغم التحذير من الرغبة الجامحة للحكومة الحالية في التغرب في مفاصل الدولة وفي مفاصل المؤسسات، وهذا ينبهناه وقلنا راهو ما ينجم يكون مدعاة إلى مزيد من التوتر الاجتماعي والسياسي، ومع ذلك ما زلنا إلى حد الآن في هذا معناه التوجه النسالة، وبطبيعة الحال مش يزيد يعسر ويصعب الوضع الحالي اللي هو معناه في حد ذاته يشتكي من العديد من الصعوبات، خلينا ما نزيدوش معناه للبلا بلا. نؤكد على وانا باسم الرباع ان نلعب دورنا الوطني مش الواسط، ونتحمل مسؤوليتنا في انقاذ تونس، لذا سنعود جميعنا الى هياكلنا كل من جانبه لاتخاذ ما يراه صالحا، ولكن ايضا
نؤكد على تمسكنا بمبادرتنا نعتبره حل مناسب. معناها وقع تقريب الإجماع عليه داخل البلاد وربما حتى من خارج البلاد لحل الأزمة السياسية، وسنسعى إلى تنفيذها معناها المبادرة بتاعنا أو خارطة الطريق هذه بالتعويض على قوانا الخاصة وعلى شعبنا بدرجة أولى، ولكن لابد أن نبعث برسالة، نقولش رسالة الأخيرة ولكن برسالة أتمنى أو نتمنى في إطار الرباعي أن تجد معناها لها أذان ساغية، والتجاوب الإيجابي معها هو أن الباب ما زال مفتوحا لكل من معناها لم يتقبل هذه المبادرة ولم معناها تكون معناها يتقبلها، ولكن في نفس الوقت بما جاء فيها حتى ننطلق ونذهب إلى الحوار باش يقع نفاذ ما هو موجود في هذه الخارطة، والحوار ينجم أيضا يعمل إضافات أخرى وعنده بعض المشاكل وعنده بعض المسائل وبعض المواضيع اللي ممكن أنه ينجم يتطرقلها هذا الحوار الوطني. قررنا كما عرف المشاركة في هذا الالتقاء المطري رأينا مصاحب تونس أن نكون متفاجئين، على خاطر إحنا عندنا في قطاع خاص اللي شعب تقريبا 1,400,000 شخص دولة معناها موجود في تونس ويزيدنا نكون فيه. الوضع الاقتصادي في تونس راهو سيء وسيء جدا، لو كان طول المدة ستكون أثار سلبية.